يا ربي تلطف بينا، يا ربي يا ربي تلطف بينا، يا ربي تلطف بينا. والله ما في قلبه الرحمة السيدة، والله ما في قلبه الرحمة. السيدة رقد الوالدة ديالو 70 عام وخرج الزنقة، والله ما في قلبه الرحمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي تشوف من حالها يا ربي. يا ربي تشوف من حالها. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. الآن كنتواجدوا مع هذه السيدة هذه اللي كتبلغ من العمر 70 سنة، زرع عليها من الدار بلا رحمة وبلا شفقة. هاد السيدة هادي حيت ما لقاتش باش تخلص الكرة ديالها، تجمع عليها الكرة وما رحمهاش فهاد الشتا وفهاد البرد، رمى ليها حوايجها وخرجها للزنقة. السيدة عندها 70 عام، فين غتمشي هاد السيدة هادي؟ فين غتبقى هاد السيدة هادي؟ هاد السيدة قد الأم ديالو، خرجها بلا رحمة بلا شفقة على حساب ما قالت لينا هاد السيدة. أمي ناجية دابا جالسة غير في الزنقة هي والسديدرات ديالها اللي كتكسب. هانتوما كتشوفوا فين ولات، في الزنقة، في الزنقة. الحوايج ديالها مازالين تما مرميين، مازالين لداخل. هانتوما كتشوفوا مشاهدينا، نخليكم مع أمي ناجية غتعاود لينا شنو وقع ليها. شدي لها الميكرو، شدي لها الميكرو. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. خام ميمتي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو وقع لك ميمتي؟ سيدي سيدي أنا عندي 70 عام دابا، 50 عام وأنا ساكنة في ديك الدار هادي، وداري كبرت فيها حياتي كلها، وزوجت ومتلي راسي ولدت فيها ولدي ومتلي راسي، والديا كانوا هازيني، والديا كانوا هازيني. مني ماتوا الله يرحمهم مي خلات لي الوكاله نتكلم بك اي حاجه. دابا مول الدار، دابا سيدي دابا مول الدار، مول دابا دابا مول الدار جرى عليا حاجه دابا من 2014 حتى هو منع عليا الكره، قال لي ما تعطينيش الكره تنعطي 2014، تنقول لي 9000 ريال ما رحمنيش وما بقيتش فيه، وتنقول هاك الكري ديال هاك الكري ديال، تقول لي لا ما بغيتهاش، خويلي خويلي. جاو القوة العمومية كبيرة ما خويش، حيت عنده الزوير قالو الدار ماشي ديالو. يعني انت في عمرك 70 عام الدار ماشي ديالو، الدار ماشي ديالو، خداتها مو خدا مو الدار، خداتها مو واستولى عليها هو استاذ، واستولى عليها هو. ملي خداها بغى يبني، دابا تهددني جعل وعلى الاخر واخيرا جاو الاعوان، جاو الناس وخرجوا للصحه. دابا دابا اللي تتفرجوا فيا ولي الناس المحسنين واللي تجوا هذه الحاله اللي انا يرحموني يعطفوا عليا ويشوفوا لي حل. انت 70 عام فين غتنعسي؟ فين غتمشي؟ فين غتمشي؟ تنطلب من المحسنين ما يقدرش نتسرى في الزنقه، ما نتسرىش انا في الزنقه، انت فين نستر راسي؟ فك البرد امي. دابا والجوع ما تناكلش، ما تناكلش الجوع ما تناكلش. كيفاش تخرجك؟ كيفاش تخرجك؟ عاودي لي كيفاش؟ قال لي خويلي، كانت تدخل عليا، قال لي خويلي، قال لي خويلي، وكانت الدار مسدوده. ملي خرجني انا حلوى الباب ودخل ودخلها ودخل الناس، ودابا جالس فيها هو والناس، وانا راه دابا لاحب الزنقه وداخل داك اللي كتكسبيه وما الكتاب اللي تكسب لي تنعس عليه ودمسد عليهم، لا ما ولا الخدادي ولا المنطاط. انا جالسه بجلابيتي بجلابيتي بجوعي، لا ماكله لا شراب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سيدي الله يخليكم، الله يخليكم. انا ما شوف من عندي، انا عافاكم عافاكم، انا نعيش في الزنقه، ما بقيتش انا نبكي، انا حياتي ضاعت لي وانا بنت عائله ما بكيش. ما تبكيش والله تحشومه عليه، وحق والله الا حشومه. انا عييت انا. ما تبكيش امي، ما تبكيش.
من انتشر الزنقة نبغي لا حول ولا الناس يساعدوني. قولي لي النمرة، قولي لي النمرة. 06 69 06 69 43 43 51 0 51 انا توقع مش دالدي 52 02 انا توقع 06 69 43 51 02 انا صافي ما بقيت غادي نقدر نهضر لا ما قال لا والو في الزنقة. عافاك عافاك الله يخليك. هذا غلب عليا الموت، غلب عليا بزاف ولدو موت موت غلب عليا بزاف. حكى لي انا ضعيفة ما بحال حكى عليا وعلي حشومة حشومة. عافاكم الله يخليك. الله غادي يزيدكم بخير. مشاهدي قناة شوف تيفي سمعتوا معنا القصة ديال موينة جية اللي عندها 70 سنة. 70 سنة كترجاكم وكتطلبكم، ما بغاتش تبات هنايا، ما بغاتش تبقى هنايا، شي واحد ينقذها. نتمنوا من الناس المسؤولين يسمعوا النداء ديالها ويحيدوها من هنا ويدخلوا في هذه القضيه ديال هاد ميناجيه. الله يرحم لكم الوالدين، على الاقل عاونوها غير بالبارطاج ياك ما توصل الناس المسؤولين على هاد البلاصه هذه. اشنو البلاصه هذه؟ المهم تيقولنا شارع بوردو. هذا شارع بوردو كافي سولي. كافي سولي حدا ستاسيون توتال اون فاس مع كافي سولي حدا ستاسيون توتال اللي في الاخر ديال شارع بوردو. نتمناو من الناس المسؤولين والناس المحسنين يدخلوا ويعاونوا موينه جيه. موينه جيه راه عندها 70 عام ما قادراش تمشي لشي بلاصه. جينا لقيناها في هذه الحاله هذه هي والسدرات ديالها متكيه على السدادر ديالها وكتبكي مسكينه. اعتقوني 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 يا ربي تشوف من حالها. نتمناو من الناس المحسنين يتعاونوا معاها ويصونيو عليها وينقذوها، ينقذوها من الشارع، ينقذوها، ينقذوها من الشارع. السيدة مسكينة راه عندها 70 عام، 70 عام، 70 عام عباد الله. الزوج ديالها توفى ليها الله يرحمه، الابن ديالها مختل عقليا، كاينة غير هي بوحدها، يعني إلا ما كانش بها شي واحد راه ما عندهاش كي غادي، عندها لا عائلة لا تا شي واحد، مسكينة كتبكي. الله يشوف من حالها يا ربي، الله يشوف من حالها، الله يتحشم عليه. ما في قلبوش الرحمة يزرع على السيدة عندها 70 عام، يزرع على الزنقة حيتاش تجمع عليها الكرة، تجمع عليها الكرة، كتخلص 9000 ريال الشهر تجمع عليها الكرة، ما لقاتش باش تخلص الكرة وزرع عليها الزنقة. الناس اللي كيسولوا علاش من المدينة، هاتي في مدينة الدار البيضاء، في مدينة الدار البيضاء شارع بوردو اون فاس مع كافي سولي حدا ستاسيون توتال. السيدة راه كتعاني بزاف، كتعاني كتعاني مسكينة، راه فيها البرد، فيها الموت ديال البرد. النهار كامل ما واكلاش مسكينة، النهار كامل ما واكلاش، نهار ما واكل، نهار كامل ما واكلاش. حشومة، علاش يزري عليها؟ علاش يخرجها للزنقة ويلوح لها حوايجها؟ نتمناو من الناس المسؤولين، الناس المسؤولين يدخلوا وينقذوا هاد السيدة هادي، يحيدوها من هنا. السيدة راه عندها 70 عام، 70 عام. فين غاتمشي هاد السيدة هادي؟ فين غاتمشي؟ شكون باقي غادي يهزها؟ شكون باقي شكون غيدخلها بعدا غير هاد الفراش هذا تضرك غير على الشتا؟ الشتا كاملة اللي صباش هي متكية على الفراش ديالها وكتبكي، كاع الشتا كاملة صباش عليها. نتمناو الناس المسؤولين يدخلوا في هذه القضيه ديال موينه جيه. موينه جيه اليوم قبل غدا ما خصهاش تبقى هنا. موينه جيه خصها تدخل لشي بلاصه، ما خصهاش تبقى هنا، ما خصهاش تبقى هنا. شو مسكينه كتبكي وكتطلبكم. عطا عطا خليك المهم شي، خليك انت باقا على المباشر، باقا على المباشر. يا ربي يا ربي يدخلوا الناس المسؤولين، يدخلوا يدخلوا ويعتقوها يحيدوها من هنا. موينه جيه عندها نعم هذيك ها هو داك ديالي كاين تما هذاك الشيء هذاك الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. المهم انت شحال ديال الكرا كيتسالك؟ الناس كيسولوك شحال ديال الكرا كيتسالك؟ 3 مليون. 3 مليون اللي كتسالك؟ قال قال ما خلصتيش من امتى؟ من دابا هادي من 2014.
سنين سمعت عليا وقال لي قال لي انا سمعتك فيها. شحال تجمع لك ديال الكرة؟ سنين سنين ما كنت نخلصها وهو ما بغاش يعطيها لي. ما خلاكش تخلصها؟ ما خلاش نخلصها. ما خلاك انت كنتي كتجمعي 9000 ريال؟ كنت تجمع 9000 وقال لي ما تعطيها ما بغيتهاش فدها لي. قال لي ما ناخذهاش بغيت نبني بغيت نطلع خويلي. لا حول ولا قوة الا بالله. هاك بعدا صربي مويها صربي مويها ما نشاف صربي صربي هاد المويها. جاوبي الناس جاوبي الناس. السلام عليكم. عطيني التليفون عطيني التليفون واحد دقيقة تليفون. هاك هضري. السلام عليكم. السلام عليكم. بغيتي تجاوبي. الله يشوف من حالها مي نازية. الله يشوف من حالها الله يشوف من حالها مي نازية. كتعيش التسرب دابا. الناس اللي كيصونيو عليها راه عندها غير تليفون صغير. راه ما عندها غير تليفون صغير. هاكا مي نتا عتقي بعدا بهادشي. هاكا عتقي عتقي بهادشي بعدا مي نتا عتقي عتقي بهادشي بعدا عتقي عتقي بهادشي. على وبركاته لالا مينه زيا زرع عليها مول الدار ما خلصاش ليه سنين ديال الكرا. قالت لك هي كانت كتبغي تخلص ليه ما خلاهاش تخلص ليه حتى اليوم زرع عليها في وسط الشتا والبرد لاح لها حوايجها كاملين. هانتوما كتشوفوا انا جيت لقيتها متكية على السدادر ديالها وكتبكي. السدادر ديالها وكتبكي متكية على السدادر وكتبكي يا عباد الله. مينه زيا عندها 70 عام 70 عام 70 عام غنخليوها هنا. السيدة راه كتسكن هنايا راهي جالسة حدا كافي سولاي. هانتوما كتشوفوا شارع بوردو حدا ستاسيون توطال. اون فاس مع كافي سولاي. اون فاس مع كافي سولاي. هانتوما حدا ستاسيون توطال. السيدة راه عندها ولدها مختل عقليا ما قادراش تفرقوا ما قادراش تخليه. الزوج ديالها توفى الله يرحمه. لا بنتي انا عندي ولدي ما نقدر 50 عام وهي كتسكن في هاد الدار هادي. واليوم يجريو عليها حشومه عليه حشومه عليه حشومه عليه حشومه عليه. كنتي نسمع في مارسين نسمع قلت انا عندي ولدي ما نقدرش ما نقدرش. نتمنوا من الناس المسؤولين نتمنوا من الناس المسؤولين يدخلوا يدخلوا ويعتقوا مي ناجيه. اعتقي امي انت مرحبا مرحبا اعتقي الروح بعد اعتقي. حنا دابا ربع ساعة وحنا كنتواجدوا مع امي نازية هنا ولا مسؤول دخل. اعتق امي نازية وحيدة من التسرد هذا اللي كتعيش فيه هنايا. الحمد لله الحمد لله. ما في قلبوش الرحمة ما في قلبوش الانسانية يجري عليها الحمد لله في عز الشتا والبرد. يعني يديرها بحال الوليده ديالو ويديرها. الله يقبل لك الرزق. خانتني الكلمات ما لقيتش ما نقول. كتبكي مسكين كتبكي 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 مسكين. عزك عزك وكوني من الزنقه. ملي كتطلبكم عتقوها من الزنقه عتقوها من الزنقه. مي نجية راه عندها 70 عام ما قادراش تفرق ولدها اللي ولدها مختل عقليا اللي مقابلاه. ما قادراش تفرقوا. كتخلص 9000 ريال الشهر كتخلص 9000 ريال الشهر 9000 ريال. كنت كتبغي تخلصوا وقال لها لا حبسي ما تخلصينيش حتى جرى عليها اليوم 6 سنين ياك 6 سنين 6 سنين يعني ما خلاهاش تخلص لك راه حتى تجمع على هذاك الكرا وجرى عليها. وين جيا كتبات غير في الزنقه دابا وانتم كتشوفوا. جيت لقيتها مسكينه طايحه فوق فراشها فوق التسديدرات اللي عندها وكتبكي.
مينا زيه كتواجد في مدينه الدار البيضاء، في مدينه الدار البيضاء. واخا سيري قلبي عليه، سيري قلبي عليه، سيري قلبي عليها. المهم شي سيري قلبي عليه. كتواجد في شارع بوردو حدا ستاسيون توتال اون فاس مع كافي سولي. كيفاش عطاتو خاطرو يزرع ليها ويرمي ليها حوايجها كاملين؟ 70 عام عباد الله، 70 عام. شوفوا السيدة، شوفوا السيدة المشي ما كتقدرش تزيدو، ويجري عليها ويلوح لها حويجة. شوفوا حويجة فين كاينين، شوفوا 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 عباد الله، شوفوا حويجة فين كاينين، شوفوا حويجة فين كاينين، شوفوا حويجة عباد الله فين مرميين. عابس الحوايج ديالها قدام الباب لهيه مرميين. حشومة عليه، حشومة عليه، حشومة عليه. مين جيا جالسة في الشتا وفي البرد، عندها غير تيليفون صغير، ما تقدرش تجاوب كاع الناس، ما غتعرفش تجاوب كاع الناس. مين جيا ها فين كانت ساكنة حتى جرى عليها مبطر. شوفوا حويجها الاخرين فين كاينين، شوفوا حويجها، حويج مينا جيا فين كاينين. السلام عليكم. شوفوا حويج مينا جيا فين كاينين. ها مينا جيا ها فين كتعيش، هنا فين زر، هنا فين رمى لها حويجها، هنا فين رمى لها كلشي ديالها وزرع عليها الزنقه. 70 عام فين غتمشي للزنقه؟ كي غدير تعيش تشرد وهي عندها 70 عام؟ فين غتبات موينا جيه؟ فين تمناو من الناس المسؤولين يدخلوا ويجيو عند موينا جيه ويرجعوها للدار اللي كانت ساكنه فيها. واخا جا موينا جيه اجاج، ويرجعوها للدار اللي كانت ساكنه فيها. الكره ديالها كانت كتخلص 9000 ريال للشهر، 9000 ريال. حتى حبسها قال لها صافي ما بقيتش تخلصي ليا، ما بغاش يشد من عندها الكره ديالها، حتى تجمعات عليها 6 سنين. واليوم جرى عليها، رمى ليها حوايجها كاملين للزنقه، سدادر لها حمله للزنقه، الحويجات ديالها رماهم ليها للزنقه. واخا كولي راه كيما وكلاش النهار كامل، كولي غير داكشي اللي قسم الله. لا حول ولا قوة الا بالله. تقالت على الهضرة مينا جيا. شتا 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 عندك طيح، شتا شتا عندك طيح. لا حول ولا قوة الا بالله. مالك مينا جيا مالك؟ ها؟ 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 مالك؟ شربي الماء، شربي الماء، شربي الماء، شربي الماء. حليلة حليلة قرع حليلة. شربي الماء، شربي الماء، شربي الماء. الحمد لله، الشكر لله، رجع المحبين الشاكرين، الله ما كنحب. حليلة حليلة. شربي شربي شربي. لا لا والله ما بقات الرحمة والصفقة في هاد الناس. 70 عام تجري عليها، 70 عام فين غتمشي السيدة؟ شو مسكينة. جاوبي الناس، جاوبي الناس. السلام عليكم. يا ربي تلطف بينا، يا ربي تلطف بينا، يا ربي يا ربي تشوف من حال مينا جيه. يا ربي يا ربي يا ربي تشوف من حال مينا جيه. مينا جيه راه عندها غير تليفون صغير انتم كتشوفوه. اللي بغى يجي عندها راه كتواجد في شارع بوردو حدا ستاسيون توتال اون فاس مع كافي سولي. اللي بغى يجي عند مينا جيه. السلام عليكم، السلام عليكم. لا لا سيدي،
تولود ساعة وحنا مع مينا الجاية ولا مسؤول دخل ولا شي واحد زال عند مينا الجاية المسؤولين على هذه المنطقة هذه ولا واحد زال عندنا ولا واحد ها قلتي قلتي ارتاحي يا مينا الجاية قلتي لا قيمة نقلب على بستان سيدي سالي في كل شيء ولا خاطي في كل شيء ظلم الناس حتى نشوفوا البستان لو كان هذاك الشمك الداري خلي حوجهم تتجاوبوا كما كتشوف معنا مينا الجاية باقة في الزنقة تولد ساعة ولا مسؤول دخل ولا شي واحد زال عندها هنا جيا باقة في الزنقة 70 سنة الرقم دي مينا جيا مازال مواصلين معكم مشاهدينا مينا الجاية حتى تحيد من هنا عباش غنقطعوا هذا البث المباشر او اللي تدخل شي مسؤول من المسؤولين على هذه المنطقه هذه حنا مازال مع مينا الجاية لحد الان دابا حنا طالقين اللايف 25 دقيقه وحنا طالقين البث المباشر ولا مسؤول دخل لحد الان لحد الان مازال ما تدخل حتى شي واحد مينا الجاية 70 عام رمالها حويجها الزنقة كاملين فراش ديالها كامل مشى كلشي مشى لها مينا الجاية كي غدير تبات هنا كي غدير مش غتنعس هنا في الزنقة 70 عام
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. موين الزيا كتواجد في كتواجد في شارع بوردو اون فاس مع كافي سولي حدا ستاسيون توتال، يعني حدا ستاسيون توتال كتواجد موين الزيا. راه ستاسيون توتال ها موين الزيا فين غتباش، هنا فين غتنعس، هنا فين غادي تبقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في قلبوش الرحمة، ما في قلبوش الإنسانية يجري على هاد السيدة هادي في عمر ديالها 70 سنة قد الأم ديالو ويجري عليها حشومة حشومة. مينا جيا كانت عندها كتخلص الكرا ب 9000 ريال الشهر، حتى لواحد النهار قال ليها ما تبقايش تخلصيني، ما بغاش يشد من عندها الكرا حتى تجمعات عليها، يعني مدة ديال 6 سنوات تجمع عليها الكرا ديالها، ولي ما بغاتش يشد من عندها الكرا ديالها حتى جرى عليها اليوم. يعني اليوم مينا جيا جالسة غير في الزنقة، رمى ليها كلشي ديالها، كلشي ديالها رمى. ها نتوما كتشوفوا، يعني حنا لابسين حوايجنا واقفين وفينا البرد، عساك مينا جيا صبات على الشتا كاملة وجلسات فوق هاد السدادر هادو فاسقين. كي غادي تكون الحالة ديالها حوايجها كلهم فاسقين تمايا، الله يشوف من حالها، الله يشوف من حالها. نتمناو نتمناو الناس المسؤولين يتدخلوا، يتدخلوا في هذه الحالة هذه. حنا في 2021 ما بغيناش نبقاو نشوفوا بحال هادشي، ما بغيناش نبقاو نشوفوا بحال هادشي، ما بغيناش نبقاو نشوفوا بحال هادشي. الو عليكم السلام. سمحوا لي ما كنقدرش نقرا لي كومونتير كاملين لحقاش بزاف ديال الكومونتير كيطلعوا. شوفوا مسكينة، شوف شوف حتى واحد السيد شافته هنايا كنديز من هذوك المتسردين، طلباتو انه يهز معاه الحوايج يدخلوا لها لداخل ودا ليها بزطام ديالها على حساب ما قالت لينا مينا جي، دا ليها بزطام عوض ما يعاونها ويدخلها، دا ليها بزطام ديالها.
هاد السيده راه كتواجد في شارع بوردو اون فاس مع كافي سولي حدا ستاسيون توتال الاخر دي تقريبا الاخر ديال شارع بوردو تقريبا في الاخر ديالو. السيده راه عندها غير تليفون صغيور اللي ما عرفش اللي بغى يجي عندها واللي بغى يتكلف بها يجي عندها في شارع بوردو حدا ستاسيون توتال حدا كافي سولي اون فاس مع كافي سولي راه كتواجد هاد السيده هادي. مازال لحد الان نص ساعه دابا دازت ولا مسؤول دخل وحتى واحد مازال عندها يعني حتى مسؤول مازال عندها يقول لها شنو ناقصك شنو المشكل اللي عندك شنو اللي خرجك علاش خرجك حتى واحد مازال عندها لحد الان. يعني على حسب ما قالت لينا حتى ولدها اللي مسكين مختل عقليا منين شاف داكشي هرب ما عرفاتش دابا فين هو. ولدها مسكين مختل عقليا منين شاف داكشي داك العنف اللي تعرضوا ليه وكيفاش جراو عليها هرب ما عرف فين مشى هي مابقاتش عارفه فين مشى. ثلاثة المليون المهم ياك ثلاثة المليون اللي كيتسال هذه الكرة هو أصلا ما كانش باغي يشد من عندها الكرة حتى اليوم وزرع عليها وين جاية ها فين كتواجد حدا ستاسيون توتال في شارع بوردو حدا كافي سولي هنا فين كتواجد ميناجية اللي كيعرف هاد البلاصة هادي هنا فين كتواجد ميناجية. مازال لحد الآن حتى شي مسؤول ما دخل ما جا عند ميناجية ما جاش لعندها حتى شي واحد. هادشي كيقطع في القلب وحق الله باش تشوف السيدة كبيرة في لاج 70 سنة وتعيش تشرد و50 عام وهي ساكنة في ديك الدار كتخلص الكرا ديالها حسن مؤخرا قال لها مبقاش تعطيني الكرا مبغاش يشد من عندها الكرا حتى تجمعات على 3 المليون وجرع عليها الزنقة رمى ليها كلشي ديالها للزنقة. السيدة كتواجد في شارع بوردو اون فاس مع كافي سولي حدا ستاسيون توتال كتعيش ميناجية يعني اللي ولات في الزنقة وغتعيش التشرد. خويا داك الضو غير ديال الكاميرا اللي كيطفو كيشعل غير ديال الكاميرا هاد السيدة راه كتواجد في مدينة الدار البيضاء في المدينة في شارع بوردو حدا ستاسيون توتال اون فاس مع كافي سولي. السيدة راه كبيرة فين غتمشي للمحكمة شنو عارفة السيدة السيدة راه ما عارفاش 70 عام مقابلة ولدها اللي مختل عقليا كتدبر باش كتجمع الكرا ديالها اللي هو 9000 ريال وما كيبغيش يشدو من عندها حتى وصلت المدة ديال 6 سنوات وجرى عليها اليوم جرى عليها للزنقة
رمى لها حوايجها كاملين، رمى لها كل شيء. دابا داز 36 دقيقة، قربنا لساعة قل تولوت، ولا مسؤول دخل ولا شي حد جا لعندها يقول لها شنو مالك اميمتي، شنو عندك، شنو المشكل اللي عندك، وعلاش جرى عليك مول الدار. يعني حتى مسؤول ما جا لعندها. ما عندها حتى واحد، ما عندها حتى واحد في العائله ديالها، ما عندها حتى شي واحد. خاص الناس المسؤولين هما اللي خاصهم يتدخلوا، هما اللي خاصهم يهزوا هاد السيده هادي، هما اللي خاصهم يتكلفوا بها. الناس المسؤولين على هاد البلاصه هادي هما اللي خاصهم يتدخلوا. نحنا في شارع بوردو، هنا في شارع بوردو حدا ستاسيون طوطال، ونفاس مع كافي سولي مزالي لحد الان، مزال لحد الان مع امينا جيا، عندها 70 عام مازالين معاها، مازالين معاها حتى يدخل. مازال حتى شي واحد مازال عند موينة جيا، حتى واحد مازال عندها، مازال لحد الان كنتواجدو في شارع بوردو. موينة جيا راه دخلات مسكينة تجمع الحوايج، لا لقات ما تجمع، راه كلشي فزق ليها، كلشي مشى ليها. يعني كلشي مخشي في دارو، كلشي مخبي على البرد. امينا جيا كتعيش التسرد هاد اللحظات هادي، شتا البرد، كلشي على امينا جيا، وحتى واحد ما شاف فيها. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقيو من هنا شوية في بث آخر
مع امينا زياره. الا كان شي تطورات كلشي غادي تشوفوه على البث المباشر. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه والى اللقاء.